اضطريت أخذ مصاري من هالمخلوقة. عرفتيها هي المرأة الغنية نفسها، نقدر نسميها الحية. وهيك صرت مساعدته لهاد اللي حكيت لي عنه هي الخانم. كرمال إنه تخليه يحبك؟ حاولت تضل القصة لعبة بس ما قدرت. شايفتي لها الهبلة هاي؟ عشقته ماتت فيه يا حرام. بس طبعا الشغلة تغيرت كلها أكيد. إيه كتير تشوقت، شو صار بعدين؟ حبني وحبيته. عم تمزحي؟ أيوة، كمان عرض علي الزواج. تخيل شو هالحكي. وأنا هيك قلت، لأنه بالأفلام ما بتزبط. بس هلأ المرة الغنية اللي حكيت عنها، قصد الحياة يعني، عم تقلي يا بتدفعي المصاري يا بتطلعي من حياته. طيب عطيها مصريات لك. ها لكك بلشتي تحكي كلام حلو هلأ. بس مبين معك كيف وضعنا، دوبنا عم ناكل. مو هالقد، بس ما معنا هيك مبلغ بنوب، حتى البيت أجار. لو بعنا كل عفش البيت ما رح يعمل معي شي. كنت عم قول بيع كليتي لحدا بس ما زبطت، ما لقينا حدا يشتري وتسكرت. أنا لكن خلوني اتصل برفيقتي جنى بسألها إذا متوفر معنا هيك مبلغ. شو قلتي؟ معقول تساعديها؟ شو عم تساوي؟ طولي بالك، لا تحاكيها. ديما انت خرسي، اتصلي يلا شوفيها اذا ما لا فكره ما دخلك انت، ما بيصير هيك. شو ذنبك؟ ما رح خليكي. شو يعني ما رح تخليني؟ تاخدي مصاري من هي الحيه وما بتاخدي مني؟ ايه ها، بس بوقتها ما كان عندي حل تاني غيره. طيب وهلا ها بدك ابقى لحالي هون مع يلي ببطني وتروحوا ديما؟ ها والعيله كلها بتنتقل من هون وبتروحوا لبلد تاني، وانا شو بصير فيني؟ بتعرفي إذا ديما ما أخذت يلي بتحبه رح تموت بأرضها؟ هي كتير بتحبه رح تموت، هي أكيد. خلينا نكبها من هلأ، ما عادت تلزمنا إذا هيك. خلص أنا رح أسألها أحسن شي، استني. كفو والله. شوفيها يلا يلا. ألو جنى حبيبتي، لازمني 200,000 ليرة مضطرة عليهم. نقدي نقدي نقدي. إيه اليوم قبل بكرة. مزبوط، نسيت الموضوع، فهمت. طيب طيب، باي باي. مو متوفر المبلغ كله لأنه بصرف هون وهون فما بيتجمع بين إيدي. وانت لشو كل هالصرف يعني؟ بعتذر منكم يعني، هيك فلتت من تمي بلا قصد، لأني متوترة لهيك. انت الشغل اللي عم تشتغليه هلأ ما رح تقبضي مقابيله؟ فكرات؟ بقبض مبلا، باخد قد حاجتي مو أكثر، يعني ما بخلي المصاري محور حياتي. ما بخليها تتحكم فيني أبدا، يلي بدي إياه باخده لعيش. صحيح صحيح. طيب فكرة، ولا يهمك انسي، على القليلة حاولتي، شكرا كتير. ألو؟ بس هلأ يعني؟ ماشي استني خليني أفكر. ماشي برجع بتصل فيكي. شو صار؟ لقيت مصاري؟ قولي لنا تدبروا. هذا عرض غيره، عملونا تغيير بعرض الأزياء تبعنا. ايه إذا قبلت بعرضهم رح يعطوني مصاري كتير بالمقابل. قبلي؟ قولي ايه، مجنونة لا ترفضي. قبلي انتي صايرة بلا ذوق. يعني هو أنا مالي مرتاحة لهالعرض أبدا، لهيك ما بعرف. بس انتي هلأ محتاجة مصاري، يعني شو أعمل أنا؟ أصلاً بيقول المثل لا تقولوا فول ليصير بالمكيول. خلص لؤي، حكي من البداية. أنت شو عم بتقول؟ عم تحكي جد؟ إيه أكيد جد طبعاً. قالت ما بحبهم لهالبنات، ما بينطقوا أبداً، وقالت لو بدهم يعطوني مال الدنيا وذهب وألماس مستحيل اشتغل مع بنات مبتدئين. إيه يعني بالأخير في حقيقة اسمها جاذبية عمر إبليكجي، ما هيك؟ إيه يا عصفورتي يا حياتي، أنت شو فكرة كلهم أغبياء مثلك لحتى يشتغلوا معها؟ لؤي حياتي، فريقنا واحد، اوعك تخبص. اصلا انتو بلشتوا فيني، عشوي كنتوا رح تسرقوا احلامي لسه ما فرحت فيهم. نزعتوا كل الصور الحلوه يلي عم ارسمها براسي، انا بكرهكم. يا عصفورتي حياتي لا تاخدي على خاطرك، المهم ياسمين تسمع يلي عم بقوله. ليك لؤي، اشرح لي من اول وجديد. فكرة قالوا، قالت إذا داني موجود فأنا مستحيل اشتغل. لا حياتي، المهم إنه عمر يكون موجودة تشتغل. يي شو هالحكي هاد؟ شو في بيناتهم؟
احكي لؤي احكي خلصني يلا. ايه ما بدها تعصبي، عادي هيك شغل العباقرة، نتاجه رائعة اكيد. اصلا انت هبلة شو بيفهمك؟ رولا سكري لنا الباب. تكرم عينك. شو بيفهمني؟ اي اي تعال رولا هلا بدك تحكي لي. بدك تخبرني احكي يلا. تعال تعال هون ناطروا اي قصة يلا. خليني اروح لؤي. بكرهك بكرهك يا سيدي. شو صار لك؟ روحي شوي. اي رح اشتكي عليكي ورؤيا. يا ياسمين اهدي ورؤيا روحي خلص قلعته. كيف صار هيك يعني؟ معقول يكون صحيح اللي قاله؟ انا مثلك ما فهمت شيء. يه بدنا نستنى الاخبار. الشغل قلنا ولا مو قلنا؟ ايه ما بدها تفكير، خلينا نقبل هالعرض. برافو عليكي. بس قبل شوي انت قلتي انك مو مرتاحه لهالعرض ابدا صح؟ إذا النوايا كانت طيبة مو مشكلة، ما هيك؟ بالأخير في عندي سبب مهم لأقبل، عادي. قليلة؟ والله ماني عارفانة شو بدي أقولك، بس عن جد شكراً كتير لبكتيني، صراحة ما عم صدق. أنت عن جد بدك تعطيني 200 ألف ليرة؟ بدك تعطيني إياهم إلي؟ يمكن من الفرحة، أولاد هون بأرضي. طولي بالك أوعك تولدي، وأنت لا تقلقي رح نحلها، يمكن تصير شوية كركبات بس منظبطها. تستاهل القصة صح؟ ما بعرف شو لك بس أكيد رح رجعون. بسيطة ولا يهمك، حبي وتجوزي. إيه؟ خليني أتصل بجنلة. اتصلي يلا روحي. ديما؟ حاسة حالي مرعوبة شوي مو مصدقة. لا تكون هاي شي ملاك من السما نازلة بهيئة بشر وعم تحوص بيناتنا. بلكي كانت هيك، بس أنا مبينة كأنه عم بستغل وضعه مو هيك؟ شو هالحكي الفاضي هلأ؟ هي اللي قالت هاد نصيب، الله بيبعت لك ناس بيسروا لك أمورك كلها، وهي تاني معجزة بتصير. ايه صح معجزة هي. لا تنسي لولاي أنا ما كانوا تدبروا، عم ذكرك لأنه ما كنتي رح تحكي بعرفك. يعني كمان أنا طلعت مديونة لحضرتك بس معلش. مزبوط معك حق. صحيح حكينا على القصة كلها، بس في شي ناقص. شو هو؟ انتي ليش ما قلتي انه عمر مو هي بتعرفه؟ مو ضروري، مو ناقصني فضايح بلا ما تعرف. ما بكفي كل الناس يلي عرفوا وانفضحت بيناتهم؟ بعدين مو حابة يأثر هالشي على الشغلة معه. مزبوط. نيال؟ ها؟ رح يندفعوا المصاري ورح أخلص بقى كأني ورا كل القصة؟ صحيح أنا حامل بس دماغي شغال لساته. شغال ومكتر. أنا مو قصدي أقول هيك يا جدبة، رح أدفعهم. عم قلك يعني رح شيل هم الدين من فوق راسي وأخلص من هالقصة. طولي بالك وروقي، وقفي خلينا نتأكد. شو عم تحكي يا ترى؟ البنت كتير ظريفة. مزبوط. إيه بتعرفي شغلة؟ يا ريت لو بقدر صير مثلها، وقتها رح صير مأنزعة وشايفة حالي وما بتحاكى. أبي ما بعرفه، حتى أنت ما بعرفك. تعمليها لهيك الله ما رح يبعت لك هالشي، بيعرفك وعطاها لأنه بيعرفها. صح. شكري شو ما اجت فكرات؟ لغت الموعد عمر بيك، قال ما بدها تجي. كيف يعني ما بدها تجي؟ في عنا شغل. ما بعرف عمر بيك هيك قالت لي. طيب ماشي. مو على أساس أنت قناعتها؟ شو؟ عم بحكي على فكرة عمر، على أساس بصفنا، على أساس ما بتتركنا وما رح تروح. فهمني غسان احكي. اتصلت جنى قالوا رح تكمل مع شيري، يعني نحن طلعنا أوت. شو عم تقول أنت؟ مثل ما عم بقلك فكرة اختارت شيري، يعني كرمال 200 ألف ليرة باعتنا ومشيت طلعت بلا أخلاق، لأنه كل الناس هم المصاري، وأنت مفكر حالك بتعرفها وضمنانا وهي مثل العالم كذابة وبتنافق لتبين منيحة وبس، وكله حكي فاضي. خلاص غسان. شو يعني خلاص غسان؟ بدي أحكي، بدي فش خلقي بعد اللي صار فينا. شكري ثواني ونازل. عمر. واخيرا نحن فزنا. شغل قلنا شغل قلنا شغل قلنا. مستحيل ما نصدق. اخ قديش تعبنا وقديش توترنا، توقعت انه انتهينا خلص. صراحه انا لسه ما عم استوعب. ياسمين
العرض لإلنا. علي صوتك وسمعي الكل. العرض لإلنا. تعي يا أحلى مصممة بالدنيا كلها يا وش الخير تعي. اليوم هو يوم سعدنا بامتياز. شو صار معكم؟ ديما؟ كنت مفكرة ما رح شوفك اليوم. رح تشوفي نيرو لو كل يوم. حالياً أنا قاعدة هون ومناوية روح. أكيد ما رح نخليك تروحي لأنه رح نكسر الدنيا سوا. أكيد، بس خبروني شو صاير. إنزو سلمنا عرض الأزياء، يعني فكرة قالوا رح تشتغل معنا نحن. كيف هيك؟ مثل ما قلت لك، سحبوا العرض من شركة باسيونس، يعني أنت اللي رح ترسمي أحذية فكرة قالوا رح تكون من عنا. معناته طلع نفسه هذا العرض؟ ديما أنت شو عم تقولي؟ أنت هلأ لازم تنبسطي. شوفي عرض الأزياء خطوة ما بتتعوض أبداً وفرصة مهمة لإلك. هو مزبوط حكيك، بس عيب يلي عملته بحق عمر بيكون معصب هلأ. يا روحي، يعني كمان نحن عصبنا لما أخذوا العرض مننا، بس هاد صيد كبير وما فينا نضيعه. العرض إلنا. ياسمين، نحن شو عملنا؟ شو عملنا؟ لؤي هلأ وين بدنا نلاقي مثله؟ نحن لازم نخليه يشتغل معنا. صحيح هو واحد مجنون، بس ما حدا بيفهم مثله بهالشغلة. ايه والله عم تحكي مزبوط. يا ريت لو حسبنا حساب من قبل لهالشغلة. مثلا لو ما ضربناه كان أحسن. نحن ضربناه شوي ما هيك؟ وأنا ضربته، هلأ شلون بدنا نراضي ونرجع نخليه يشتغل معنا؟ ايه بسيطة، تركي لي إياه، أنا بعرف شلون راضي. فهمت عليكي، رح نراضي. تعي نراضي لك. عمر بيك، حضرتك منيح؟ مو منيح شكري. طيب بدك نروح على بيت فكرات خانم؟ ايه، بس صف لي هالسيارة على اليمين لأخذ نفس شوي. تكرم يا بيك تكرم، يلا. لا تقوليها، يعني عطوكن العرض لإلكن ما هيك؟ ايه بالضبط. هذا الشغل يلي حكيت عنه لما كانت عم تقلنا، يعني هلأ اعتبر أخذت شغل عمر منه يعني هال. بس رح تدفعي دينك، عم ذكرك يعني. شو بيعرفني، أنا قلبي معنه مرتاح أبدا. يعني حوينته هذا العرض كتير كان مهم لعمر، وبسببي رح يخسر العرض وأرباحه. يا ديما اصحي على حالك بقى، انت عم ترجعي دينك، الدين اللي خنقك، وبدك تخلصي من هاللعبة. شو ممكن يكون أهم من هيك؟ شو عرض الأزياء بالأخير؟ يعني انت هيك قلتك؟ هو صحيح انه عمر خسر العرض، بس ربحك انت ورح تكملوا مع بعض. فكري انه هي وسيلة طلعت بدربك فجأة لتجمعكن سوا. ما أتأثر بالموضوع؟ هذا الحكي ما إله لزوم. يلا روحي خلصي ديونك دغري، شوفي عمر ورجعي لعنده. ايه والله معك حق، أكيد خسر العرض بس كسبني إلي. نهال، ما أقول بالأخير رح نجتمع سوا؟ إيه؟ هلأ بلشتي تفهمي؟ يا عليك شو جدبة؟ إيه حاجتك لي بتسمني هلأ؟ يلا بشوفك. لؤي بيك طلع من عندك، بكفي بقى. لؤي بيك. البني آدم الطبيعي بيضيع حلمه وبعدين بيلاقيه بعد ما ضاع منه، بس أنا بالأول خليني لاقيه بعدين ضيعه مني. شو قلت؟ ما فهمت. تركني بحالي ولا ما دخلك.
هدول لعمر بيك. ييه شو هالمنظر؟ لولي شباك؟ لؤي بيك اجاك ضيوف بدهم يشوفوك؟ قل له ماله هون، تصرف انت. طيب طيب انا بتصرف. أوكي. طلع فيني. حسك عينك اسمع من تمك انك شفتنا هون. ماشي طيب. لوليتي حبيبي يا قلبي، يلا يلا طلع من تحت خلينا نشوف هالوش الحلو بقى. ايه حبيبي، اصلا نحنا جايين نحكي معك بشي مهم كتير. صح، يلا بقى اطلع، رح تنبسط كتير بالحكي اللي رح تسمعه. اي ما بحبكن انتي وياها، leave me alone. لا هيك كتير لؤي، انت شو اللي مخوفك فيني افهم؟ ايه حياتي، شكرا كتير لذوقكن، انا مظلوم ما حدا بيعرف قيمتي. اي دخيلك يا ربي، ليش ضاعت مني هالفرصة يا ربي. خلاص خلاص اسمع لوليتي، يلي مثلك ما بصير يزعل، جايبين لك معنا عرض رح يفرحك كتير. اسمك رح يبقى، المصاري كلهم إلك، يعني رح ترجع انت المنظم الوحيد للعرض، كل شي بده يرجع بس للشركة تبعنا. شو؟ ما عم تسمعي يلي عم تسمعه؟ شبنا لولي، ليش نحنا وين بدنا نلاقي حدا مثلك؟ لوليتي العرض بدونك ولا شي. كتير صح رولا، العرض بدونك ولا شي لؤي. اي يا حبايب قلبي، انتو نور عيوني يا بنات، انا بحبكن كتير بحبكن. طبعا ما رح تلاقوا احسن مني. اي ها دخيل جمالك يا زمينتي، عندك جاذب ما بقدر اني اوصفه. وانا كتير بحبك لوليتي دخيل جماله. ايه يعني موافق تشتغل معنا؟ لازم شوف غسان واسأله بالأول، بشوفه ومنحكي وبخبرك عن قريب. قلت لي غسان؟ طيب لقلك قبل ما أنسى، إذا بدك منزود لك المصريات شوي، بالأخير ما في شي ضايع بإبداعك. أنت الأول. أي لك أنا بحبكم كتير يا ياسمين، تعي ولي لك، أنتوا رفقاتي من اليوم ورايح، كتير بحبكم ومبسوط. أي يا ريتني ما كانت هون، كنت عانقتها هي كمان. ولا شو أعمل يا الله، ضروري إني أشوف عمر بس ما عم يرد على تليفونه، أساساً بيكون معصب كتير مو قليل اللي صار فيه. هلأ وقتك انت، شو بدك بالوقت الغلط؟ نريمان خانم، كنت ناوي احكيكي اليوم. المصاري صاروا معي وجاهزين وعن قريب بيكونوا عند حضرتك ان شاء الله. يلا روحي مشغولة. ها 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 شو قالت؟ كيف يعني؟ يعني ما رح اخلص منها بنوب، شكلها بدها تملازا فوق راسنا. بس اللي ما عم بقدر افهمه كيف دبرت هيك مبلغ ومن وين جابته. اي قال انت قبلتي العرض؟ كنت رح شوفك لنحكي بالقصة، في كم شغلة تغيروا من مبارح. قلتي في كم شغلة تغيروا ولا انت بينتي على حقيقتك؟ معلش تقعد مشان نحكي. ما بتصدقي شو خيبتي املي، انا مجبور اقول لك هالحكي، خيبة امل كبيرة. عمر معلش تهدى ونحكي. على اساس مهمك المصاري وقلتي ما رح اقبل العرض؟ شو هالقدرة العظيمة على التمثيل عن جد؟ حتى أنا مشي علي حركاتك وحكيك، ما بعرف كيف صدقتك هيك. عن جد ما في أي سبب تاني بيخطر على بالك غير إني عم كذب عليك ومثل؟ فكرة قالوا،
أنت اللي قبلتي بالعرض، تعرفي بهالشي؟ صحيح مزبوط، أنا اللي قبلت، بس كنت مجبورة، كلنا منجبر نتصرف في طريقة ما بتعجب الناس لأنه الصح مو بس الطريق تبعك. هاي حشتك؟ بعتي شغلك والناس يلي وثقت فيكي كرمال المصاري؟ خسارة عن جد خسارة، المصاري بتغير كل الناس. عمر أنت عم تحكي مزبوط. مزبوط بس بعرف، بس ليش ما فهمتيني؟ ليش ما قلتيلي من الأول؟ لا تأخذونا يا جماعة، أنا المصاري بتهمني، كنا فهمنا شو بدك، بس عملتيلي فيها محاضرة أخلاقية؟ إذا بقيت تحكي هيك صعب نفهم على بالأصل بعض. نحن مستحيل نفهم على بعض فكرات. عمر بكفي، حتى ما عذبت حالك تسألني ليش قبلت بالعرض. يلا أحكي لأشوف لك، خلينا نعرف السبب بقى. أكيد سبب مهم كتير، لأنه ما رح تكبي شغلنا هيك. قلتي إنك بصفنا، ليش تصرفتي ضدنا بقى؟ يلا أحكي يلا. في رفيقة إلي احتاجت مبلغ كبير، هذا هو يلي جبرني. برافو عن جد أنت مبدعة، برافو. يا الله ما عم بترد على التليفون. ما أنا قصة، بكل الأحوال أكيد بشوفها بعدين. رح أعطيك الشيك لإلك وإنتي بتوصلي لي، ما أنا مشكلة أبدا، وهيك أحسن. بس بدي تخبري فكرة خانو إنه شي مرة بدنا نتغدى أنا وياها، أصلاً من هلأ للعرض لسه معنا وقت طويل. صح؟ أنا كتير بتشكرك. لا كان منلتقي بعدين. شي أكيد. تاتا بعتولك هي من الغرفة اللي جنبك، شخص اسمه لؤي بيك وقال هو وانت رفقات كتير. خير شو بدك لؤي؟ بدي منك خدمة. اي خلص لا تقلو بشك، انا جيت مشان تبقى معنوياتك مرتفعة، خلص حاجة تفكروا بعرض الازياء، وهلأ الهدف انه تكونوا قلوبكن مع لؤي. خير فهمني شو بدك لؤي؟ انا شو كان بدي؟ طول بالك شوي، بدي اقعد واحكي لك القصة. حياتي بصراحة نعرف انه عرض الازياء ياسمين اخدته مننا، هلأ هنن قالوا لي تعالوا اشتغل معنا يا لؤي، وانا ما قدرت قلن لا. بالنسبة لطموحي العرض مهم، بس انا قلت لهم انه لازم اسألك بالاول، ما بقدر اتجاوزكن. بالاخير باسيونس خسارتها كبيرة، بس امور الحفل لؤي سارجن يلي رح يساويها، وغسان اكيد رح يفرح له. لا حلو كتير. شو عم تعمل لؤي؟ أكيد أنت رح تحرق الشركة. غسان شو بده منك؟ رح أحكي لك أنت كمان، هلأ مو في عرض أزياء؟ ياسمين طلبت من لؤي يكون الفوتوغرافر تبع العرض، وجاي ياخد موافقة، ومتأكد أنه رح نفرح له. أصلاً بالعقد تبعه في مادة بتسمح له يشتغل برا. أي تمام أموري، يعني أوكي ما هيك؟ لسه نحن مو موافقين. إيه؟ الشغلة صار فيها أذى، تقصدوا يضرونا، نحن ما رح نسامح الطرف الثاني، لا تواخذنا. ليش نكديين انتو؟ طيب انا شو بدي اعمل؟ اعمل يلي بدك يا، بس هاد بيحدد بصف مين انت، يا معنا يا معه. ايه بس انا حيادي. حيادي يا روحي، حيادي مو الحيادية احيانا بتضر، ما بتنفع باي شيء. بعتقد انه لؤي مصلحش كتير، بعتقد. ايه وانا هيك بعتقد. لشوف اخرت مبادئكم لوين رح توصلكن، انا بتعب على اسمي وانتو بتهدوه، انا شو بدي اعمل؟ خود قرار لؤي، شوف حساب وفكر منيح وقتها بتاخد قرارك. اي ما بحبكن، انا بكرهكن. انتو واضح شو شغلتكن هلا، التصاميم والافكار، واهم شغله حاليا هي التواصل مع فكره، وأنا علي إنه أمن كل الدعم المادي اللي بيلزم. أنتو شغلكن هو الإبداع، وأنا بتمنى من قلبي إنه تنجحوا بهذا الشيء. أكيد رح ننجح، لا تأكل هم. عقد ما رح ننجح حتى أنت رح تستغرب، وبلشنا التجهيزات من هلأ، وأكيد رح يتفاجأوا الكل. ياسمين كأنه يلي عم تجمعيهم حواليكي كلهم بيشبهوكي. شو هالثقة اللي عندها؟ والله نحن هيك، الشغل إلنا، أنت لا تشغل بالك. ياسمين خانو؟ تعي يا ديما، هلأ كنا عم نحكي عن العرض سوا. شو أخبارك ديما؟ ما عم نشوفك. منيحة شكراً.
داني، نحن خلينا نحكي بالتمويل كرمال العرض لنشوف كيف وضعنا. اوكي منحكي لك. انتو كملوا ما رح نطول. شوفي ليش هيك اندهشتي؟ شو جاب داني ترامبا لعنا؟ يا روحي انتي كأنك هبلة شوي. كل يلي عم يصير وانتي ما بتعرفي شي. شو قصدك؟ داني ترامبا هو الشريك السري لهي الشركة. شو قلتي؟ الشريك السري لشركة شيري. بس أنا ما حدا قال لي هالشي من قبل، يعني أنا ما بعرف ليش ما خبرتوني. في شي كمان، عمر لسه ما بيعرف بالموضوع، ما بيعرف إنك عم تاخدي راتبك منه. يا حرام شو رح يصير فيه بس يعرف. الحياة على طول بتفاجئنا ما هيك؟ شو شكلك مبسوطة كأنه؟ أكيد. لا تنبسطي لأنه غلط كتير، الناس يلي بينبسطوا بيأذى غيرهم مانن مناح. شو هالحكي؟ بس اطلعي شلون صار منظر وشك، أنا شايفة إنه منظرك بيسلي. لا لا ما عم صدق كيف سامحتك بهداك اليوم. أنتي بصراحة نموذج للإنسان السيء. أوف ديما، يعني ما عم صدق شو إنك مملة، كيف متحملك عمر؟ والله لهلأ ماني عرفانة. يعني ما عندها أي مبرر حقيقي ما هيك؟ حقيقي مثل شو؟ هيك نوعيات بتحب المال وبتستشرف. كيف الناس بتقدر تنافق لهالدرجة؟ حلال عليهم والله، بس هاي الدنيا غريبة. لسه عنا مصيبة تانية. هات تحفنا لنشوف الشريك. ترامبا هو شريك شيري. شو هو؟ حضرته شريك شيري، هو شريك سري ومن أول ما بلشوا. ديما عم تشتغل عند داني؟ اي نعم، بس على الأغلب هي ما بتعرف، مو مخبرينا. عمر منيح انت؟ لا تعود ارتاح شوي. عن جد ماني منيح. اعود هون بترجاك. خلاص امشي معي عمر. حسان خلاص، انا بدي اطلع شم هوا، اختنقت. ماشي غسان، رح تبدا الحرب. رح تبدأ ومنحرق الكل مثل ما بدك. منحرق الكل، منحرقهم، رح نحرقهم. ما في رحمة. ماشي. Change.
عن جد ما عرفانة شو قلك. شكرا كتير فكرت. شكرا. شو ما قلت لك ما بو فيكي حقك. قلت لك من قبل ورح ارجع لك. انا بعدك اني رجع لك ياهن بسرعه. هلا روحي عيشي حياتك وفرحي، حقك تنبسطي. انا ما عم صدق والله، هلا كل شيء رح ينتهي والكابوس خلص نهائيا. بس بالاخير اكيد رح تعرفيني على حبيبك، ما هيك؟ اكيد طبعا. ومثل ما قلت لك بعدك انه رح رجع لك هالدين، ماشي؟ بس بتمنى هالشيء يضل بيناتنا. ديما خلص لا تقلقي، بيناتنا ماشي. هيك صرنا خالصين لاني ما خانه لهون وبس. شوفي المصاري تبعك رجعتهم، ومن هلا ورايح ما عدت مديونه الك بشي، دفعوا. طيب بدك تقولي شي لعمر؟ ها؟ والله لحد هلا ما فكرت بهالقصه، بس هاد مانو موضوعنا. لازم تعرفي اني بحبه لعمر ورح ابقى بحياته طول ما هو بحبني. شو؟ وفي شغله لازم تعرفيها كتير منيح، مو مسموح لحدا يفرق بيننا. دفقنا؟ Ateşler sönmez, hiçbir ilaç şifa vermez. Gönlüm aşk yolundan dönmez, kah güler kah gülemez. Aşk dikeni az incitmez. Ben yürürüm bu yolda, açarım. We'll be right back.
شكري بيمرق يا خدم. ايه ولا يهمك، والله من زمان ما شفناك، شو أخبارك؟ نويت أتزوج. لا تقولها، والله هي فرحتني، مين هي؟ يي والله يمكن احترقتها. يي ستي تعي، ليكي كيف كانت رح تفور؟ شو احترقت المهلبية يعني؟ مو لهالدرجة لحقتها لا تاكليها. ديما ما بدك تحكي لي شو صار معك؟ يلا رح موت، حاجة تحرقصيني ولا مو هلا. ديما بطلع بروحك والله. طيب احكي لك هلا بصوتي وصوتك، تعي نطلع لبرا. تعي احكي. شوفي شو بكم. تعا تعا في اخبار جديدة. خي هاتي لشوف. ايه شو هالحكي؟ شو عم تحاكينا بالتخاطن عن بعد؟ لأنه ما سمعت صوتك. لا ايه رح اتجوز عمر. شو قلتي؟ رح يوقف قلبي واخيرا دخيلك يا ربي. الحمد لله يا ربي. وقفي ضيق ما فرقت مش تقول. لا لا عن جد والله صوتك هلا صرت تسمعنا، لسه ما حكيت لنا شيء. ايه واذا بدك تهربي؟ مو لهالدرجة. شو على كيفكم؟ ما برضى انا. صحيح كلياتنا واقفين معك، بس في حدود لإلنا. شو هالحكي الفاضي؟ اكيد ما رح اهرب. شو جنيته؟ ما بدي ستي تسمع مشان ما تقلب الدنيا فوق راسنا وتعمل ناقصة مو وقتها هلا. ديما استني، والدين شو وضعه؟ هاي فكرة حكيت لك القصة انا ما. وانت من مصرياتها؟ دفعت قطعت المصاري وما بقى لي شيء معنا. خلص خلصنا. خلص اسكتوا. ولا صوت. يعني انتي رح تصيري مرته لعمر قبلك جي؟ صح صح ديما خانم، يعني رح اتجوز عمر نيار. كأني بحلم السنيور قبلك جي رح يكون صهرنا يعني. كبر راسك مبروك. تعي لهون وليه.